بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم في حلقة جديدة من حلقات مادة التربية الموسيقية، واليوم راح نستعرض لكم أحد أشهر الشخصيات العالمية في تاريخ الموسيقى الغربية. أنا موسيقي عالمي، ولدت في مدينة بون عام 1770. بدأت في تعلم الموسيقى في سن 3 من عمري، وفي سن 8 أقمت أول حفلة موسيقية، وفي سن 28 بدأ الصمم يهاجمني وازداد بالتدرج إلى أن فقدت سمعي كلياً في 40 من عمري. لي العديد من الأعمال المشهورة، منها مقطوعة فور إليز. والسوناتة ضوء القمر. والسيمفونية الخامسة. والسيمفونية التاسعة. تقع مدينة بون؟ أحسنتم، شخصيتنا لهذا اليوم شخصية الموسيقي العالمي بيتهوفن، وتقع مدينة بون في دولة ألمانيا. خلونا الحين نستمع إلى مقطوعة فور إليز، وهي من أشهر أعمال بيتهوفن، والمطلوب تحديد اسم الآلة الرئيسية في المقطوعة. هل عرفتم اسم الآلة الرئيسية في المقطوعة؟ أحسنتم، إجابة صحيحة. الآلة الرئيسية في المقطوعة هي
آلة البيانو. دعونا الآن نستمع إلى عمل من مؤلفات بيتهوفن خاص بآلة البيانو في قالب السوناتة، والمطلوب استنتاج اسم العمل. هل عرفتم اسم السوناتة؟ أحسنتم، إجابة صحيحة. اسم العمل هو سوناتة ضوء القمر. دعونا الآن نستمع إلى أحد أعمال بيتهوفن الشهيرة، وخلونا نشوف من منكم يستطيع معرفة اسم العمل. هل عرفتم اسم العمل السابق؟ أحسنتم، إجابة صحيحة. اسم العمل هو السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، وكانت تشتهر باسم سيمفونية القدر، حيث أنها سميت بذلك لبدء ظهور أعراض الإصابة بالصمم لبيتهوفن. دعونا الآن نستمع إلى أحد أعمال بيتهوفن والذي تم تأليفه بعد أن أصيب بالصمم الكلي، وهي السيمفونية التاسعة، وكانت تعرف بالسيمفونية الكورالية، والمطلوب تحديد طابع السيمفونية. Thank you.
Elysium, wir betreten feuerdunkel, Elysium, dein Heiligtum, deine Zauberbinden wieder, was die Mone streng gehält, allen Menschen für den Brüder, und ein sanfter Flügel feilt. Deine Zauberbinden wieder, was die Mone streng gehält, ما هو طابع السيمفونية التاسعة؟ 1 آلي، 2 غنائي. غنائي، أحسنتم، إجابة صحيحة. نتمنى أن نكون قد استفدنا واستمتعنا بدرس اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.